احنا حطينا كي. فبدال ما نعمل بهذا الشكل ال كيو ار، راح ارجع للبرنامج راح الغي ال كيو ار وانا راح احدد كي من هون. فراح اخذ اي. هلا ايش هي اي اللي بتطلع معي؟ بيطلع معي اي من ال كيو ار كمان، مش هيك؟ الاي ايش بتمثل؟ ايجن فاليوز اللي حددها ال كيو ار. بس انا راح اخذ هاي الاي وراح اضربها باثنين او مثلا باربعه، يعني بدي اسرع عن الريسبونس تبع السيستم. فبديش يكون الايجن فاليوز. وتذكروا الغلط اللي عملناه هذيك المره، لما بكبر بكبر الايجن فاليو اذا كانه كومبلكس كونجيكت بير، شو بكبر؟ بكبر الريل بارت وبكبر الايماجينري بارت. اذا كان عندي سيستم فيه ريسبونس زي هيك، هي له ريل بارت وهي ايماجينري بارت. اذا بدي احسن الريسبونس تبعه واضربه في اثنين، اسرع الريسبونس تبعه، بضرب هاي في اثنين وبضرب هاي في اثنين، فبيتحرك هذا البول وهذا البول بيتحرك هون. اوكي. فلما بضرب انا في اثنين عم بضرب الريل بارت والايماجينري بارت تبعت هذا الريسبونس. فراح اخذ اي هلا اللي بعطيني اياها ال كيو ار، راح ارجع الفا لواحد. نرجع الفا لواحد زي ما كانت بالاول، وراح اكمل عادي من هون. راح اخذ راح اخلي الفا كيو ايدنتيتي وار ايدنتيتي، راح اطلب منه يعطيني الكي وياخذ يطلع الايجن فاليوز تبعت الريسبونس من هون. بعدين راح اخذ اي نيو، راح اكبر الايجن فاليوز مقدار 2. بعدين راح استعمل الاكرمن كوماند عشان اطلع الكي للاي نيو واقارنها، وبعدين راح نعمل ريسبونس للسيستم. هلا كي اللي صارت هون مش اللي اجت من ال كيو ار لما بعمل بلوتينج، هاي الكي صارت الكي نيو اللي هي صارت الكي من الريسبونس الجديد اللي هون. خلينا نطلع السيستم هذا، احنا سرعنا الريسبونس مرتين من اللي بيطلع او ضربناه في اثنين. اوكي، هلا بتلاحظوا هون هاي الريسبونس تبع السيستم واضح انه صار اسرع. قديش هاي صارت توصل المشكله هلا هون؟ مش صعب اني اطلع على هون، بس هون انا ضحيت بالانرجي وسرعت الريسبونس، سرعت الريسبونس. هلا نبالغ فيه اكثر، فراح اضربه مش في اثنين، راح اضربه في اربعه. نضرب هون، راح اضرب الايجن فاليوز اللي طلعت معي باربعه. نعمل رن. بتلاحظوا الريسبونس لسه صار اسرع وبدا الانرجي يزيد بشكل كبير. شوف الاكسس هون صار 1000. ازيده كمان بصير عندي ريسبونس احسن واحسن، بس عم بدفع الثمن طول الوقت بالانرجي. راح اسرع الريسبونس. هذا اللي كنا نعمله احنا في البول بليسمنت، كنا نقرر احنا شو الايجن فاليوز من هون. فمثلا نخليه 10. واضح السيستم صار سريع جدا للريسبونس تبعه. اعطاني جود ريسبونس هون، اوفر شوت وهذا، بس هون ارجع عالي جدا. اذا بدنا نحسب قيمه الانرجي اللي بتطلع معنا، بامكاننا نحسبها في الماتلاب اذا بدي اعملها انتجريشن. اظن انه بقدر اعمل سم. طيب نعمل انرجي تساوي سم ماينس كي ضرب. اظن لازم اعمل اكس ترانسبوز، اتاكد ان هاي مضبوطه ولا لا. هاي مثلا هاي الرقم، اي لحظه بدك تفحص السم لانه هدول عمالي عم بعمل سم للماتريكس. فانضربت كي في اكس فاعطاني هذا الرقم. راح تشوف في كل في لحظه مثلا لو سجلنا هذا الرقم عندنا. انا حطيت ماينس هون، ما لازم احط ماينس، هي كي في اكس كماجنتيود. نحسبها مره ثانيه ونحولها لحاله ثانيه. فمثلا بالحاله هاي اللي اخذت انا 10 تايمز ذا ايجن فاليوز، اوكي هي اكتبوا هذا الرقم مثلا اللي هو قديش بيطلع؟ 1 2 22290. هلا لو جيت هون خففت الريسبونس، رجعته هذا الاثنين بس، عملنا رن، بعدين بنعيد نفس الكوماند هون. هي نزل عندي الرقم قديش؟ 1469. فالانرجي خفت، بس طبعا الريسبونس راح يكون
اقتباس سيستم افضل. اوكي فاحنا هون كله عمالنا بنوازن ما بين الاثنين، بنخفف بنسوي سبيد ريسبونس او بنزل انرجي. خلينا ناخذ مثال اخير نرفع اهميه الانرجي كثير. طيب دكتور تفضل. مش هسه احنا بنتحكم في الترانزيانت السرعه وهاي وهيك. اه طب يعني مش منطق انه الانرجي بدها تكون بس الترانزيانت تكون عاليه وبعدين تقل؟ إذا بدنا مثلا نكون سريع بالاول يعني بدنا انرجي عاليه مظبوط بعدين تصير عندي سيستم. صحيح صحيح، بس انت عمالك تحكي عن البطاريه، استهلكت منها انت في البدايه واستهلكت منها في النهايه مظبوط. كل الاستهلاك البطاريه بهمنا حتى اللي عملناه في البدايه، بس البدايه المفروض تكون عاليه بعدين المفروض تكون مظبوط. صحيح، بس انا ما بحكي يعني في النهايه انت بهمك كل الريسبونس اللي من هون. يعني خليني اخذ مثلا نرسم هلا، خليني اطلع مثلا مثال جديد، راح الغي هاي كلها وراح ارجع على ال كيو ار. هلا هلا بجاوبك من سؤالك بنطلع على الريسبونس. هي رجعتها عادي زي ما كان السيستم بالاول. اه راح نيجي نرجع هون خلينا اول شيء ناخذ هذه واحد، راح نحط الفا واحد، هي واحد هون، راح نحسب الانرجي، نطلع قديش الانرجي اللي موجوده، الانرجي الصم تبع يو هي هون. هلا انت سؤالك ايش بتسال؟ بتقول انا في البدايه خلال فتره الترانزينت عندي الريسبونس هي تبع اكس، هيدا الريسبونس تبع اكس، ويو خلص هي هاي بس هاي المنطقه مش هيك؟ بس ما هي هاي ممكن تخلص البطاريه بعدين راح يجي ديستربنسز بعدين. يعني بس حطينا انيشال كونديشنز، افرض بعد 10 ثواني اجاني ديستربنس بالسيستم شو راح يصير؟ بده يضطر يو يشتغل. يو هلا راح يلاقي انه ماينس كي اكس بطلت زيرو. هلا خلال الفترة هاي على فكرة قديش كي اكس هلا عند النقطة هاي او اكس قديش عند النقطة هاي؟ زيرو زيرو زيرو. كي في اكس قديش؟ ماينس كي اكس زيرو، إذا يو زيرو. بس نفترض هلا بعد 10 ثواني صار في ديستربنس بالسيستم. حرك الهاي، شو بده يعمل الريجليتر؟ بده يقول انا ما بصيرش اكس تكون مش زيرو. راح يشغل مين؟ راح يشغل الاكشويتر تبعته، راح بده يستهلك طاقة مرة ثانية. إذا أنت عامل ال كيو ار تبعك بحيث إنه يكون واحد واحد، صم الانرجي راح يضل مينيمايز او يعني راح يتوازن مع سبيد اوف ريسبونس. هلا انت اذا بدك تضحي بالانرجي اكثر بنقدر هلا نعمله، اذا بنضحي عفوا بالريسبونس اكثر ونخفف الانرجي اكثر بنقدر هلا نعمله. خلينا نسجل لمكان الفا واحد، بس اسجل قديش مجموع اليو عندي. ليش عم بيطلع معي نيجاتيف من هون الصم؟ كان لازم اخذ يعني الابسولوت فاليو، بس خلينا نحط الرقم هون. هي 9 يعني هذا هون الانرجي 9.9527 وكانها هاي جولز. يعني لاحظوا هذيك الفانكشن كانت جي. هلا ناخذ مثلا لو احنا بدنا نضحي بدنا نركز على الانرجي اكثر، فراح ارفع الفا كمان، فبدل ما تكون الفا واحد راح احطها 10. طبعا هذا راح يكون حساب سبيد اوف ريسبونس. هلا بنلاحظ هذه النزله، تشوفوا قديش صارت 0.02. نحسب هلا على الفا قديش حطينا احنا الفا 10. هاي نزلت تقريبا 10 القيمه الاصليه. هاي هون ات الفا بتساوي 1 وهاي ات الفا بتساوي 10. ايش يعني 10؟ يعني احنا قلنا ار 10 مرات ضعف كيو، معناها الانرجي 10 مرات اهم. قديش طلع الفالي هون 1.00؟ اوكي. وطبعا العكس ممكن نعمل عكس، ممكن نرفع ويتحسن عندي سبيد اوف ريسبونس.